والله لا ما كان انتقادات لا والو. نعم اكبر ميزانيه وافتخروا بها. جزء كبير من هذه الميزانيه مشات الى تحسين القدره الشرائيه للمواطن، وجزء كبير اخر مشات الى تمويل المشاريع الاستثماريه. هذه هي بدون شك ستكون هناك تدابير في القانون المالي 2024، راح ندرسوا نهار الاحد ان شاء الله في مجلس الوزراء، ثم يجي الى المجلس في الاسبوع القادم، ثم نحن نناقشوا. دائما النتائج هو تحسين القدره الشرائيه، دائما ايضا تكون هناك تدابير هو في تمويل المشاريع العموميه او الاستثماريه.